يعطيكم العافية. هلا بالمحاضرة الماضية حكينا عن البالمنري أديما، بس قطع الفيديو، صار رح نكمل هلا عن البالمنري أديما ونكمل المحاضرة الخامسة ونحكي عن الموضوع كتير صغير بالمحاضرة السادسة. تمام. هلا رح نحكي إنه كيف بتصير عنا البالمنري أديما. بالبداية لازم نعرف إنه في عنا two type of pressure لازم يكون موجودين بتركيز ثابتة بنسب معينة عشان نحافظ على محتويات الدم كلها تضلها موجودة بالدم وما تطلع منه. هدول الضغطين عنا الهيدروستاتيك بريشر والكولويد أوزموتيك بريشر. في حال صار عنا خلل بواحد منهم، صار عنا مثلا نقصان بالكولويد أوزموتيك بريشر، رح يؤدي إلى إيش؟ إلى زيادة البرميبلتي for the exit of fluid from the intravascular to the interstitial space. رح يصير تطلع الفلويد من الوعاء الدموي وتروح تتراكم وين؟ بالinterstitial space، وهذا الإشي اللي بيؤدي إلى إيش؟ إلى الأديما. تمام. هلا شو هو اصلا الكولويد اوزموتيك بريشر؟ الكولويد اوزموتيك بريشر هو عباره عن الضغط بالدم موجود نتيجه البروتينات. في حال وجود تركيز معين من البروتينات بنسب معينه بنحافظ على الكولويد اوزموتيك بريشر بنسبه معينه. في حال صار عندنا نقص بهاي البروتينات اللي مسبب الكولويد اوزموتيك بريشر، راح يؤدي الى خلل مثلا نقصان بالكولويد اوزموتيك بريشر، سو راح تصير تطلع عندنا السوائل من الانترافاسكولار للانترستيشيال سبيس. من اهم هاي البروتينات اللي نقصها بيعمل خلل بالكولويد اوزموتيك بريشر عندنا ايش؟ بروتين الالبومين، هو يعتبر البروتين الاساسي الموجود بالانترافاسكولار. في حال صار عندنا نقصان بالالبومين بشكل عام، او يعني صار عندنا هايبوبروتينيميا بشكل عام او الالبومين بشكل خاص انه هو اكثر بروتين موجود، بيؤدي الى ايش؟ الى نقص بالكولويد اوزموتيك بريشر. في حال صار عندنا نقص بالكولويد اوزموتيك بريشر، يعني صار في عندنا خلل في واحد من التو بريشر الموجودين عندنا بالدم، بالتالي رح يؤدي الى ايش؟ الى خروج السوائل من الانترا فاسكولار للانترا استيشيال سبيس. طيب شو الاشياء اللي ممكن تؤدي الى نقص بالكولويد اوزموتيك بريشر؟ شو الاشياء اللي ممكن تؤدي الى نقص بالبروتينات او نقص بالالبومين؟ بنعرف انه بشكل عام معظم البروتينات بتتصنع بالليفر، سو صار عندنا مشاكل بالليفر ممكن تؤدي الى نقصان تصنيع هاي البروتينات وبالتالي قلنا الكولويد اوزموتيك بريشر، او يكون مشاكل بالكدني. هلا الكليه وظيفتها انها تقوم بالايش؟ بالفلتريشن، يعني تنقي او ترشح المواد الموجوده بالدم. من المواد اللي ما بيصير لها فلتريشن وما بتطلع باليورين هي ايش؟ البروتينات. البروتينات ما بتطلع باليورين لحجمها الكبير، عشان هيك دائما بتضل. في حال صار عندنا مشاكل بالكليه صارت تطلع البروتينات، يعني صار عندنا بروتين يوريا يطلع البروتين مع اليورين، تمام، معناها رح يقل كميه البروتينات الموجوده وين؟ بالانترافاسكولار، رح تقل كميه البروتينات بالدم لانه صار لها ترشيح، صارت تطلع مع اليورين، وبالتالي رح يقل الكولويد اوزموتيك بريشر. ممكن من الاشياء اللي بتعمل في حال صار عندنا مثلا ليفت رايت سايد هارت فيلير، ادى الى تراكم سوائل بالليفر وبالتالي صار عندنا خلل بالليفر، بطلت قادره تصنع البروتينات بشكل كافي، ممكن تعمل خلل عندنا بتصنيع البروتينات. تمام. نفس الحكي. طيب هلا شايفين المنطقه ما بين الالفولاي والانترافاسكولر، في عنا انترستيشيال سبيس، في عنا فراغ كتير صغير. هذا الفراغ بالشكل الطبيعي وظيفته انه يصير فيه ايش؟ الغاز اكستشينجينج. يعني الوظيفة الاساسية للرئتين ايش هي؟ انها تاخد، انها ايش يصير فيها؟ انه يصير فيها غاز اكستشينجينج، انه يصير فيها تبادل غازات. طب كيف تبادل غازات بيصير؟ انه هي بتعطي الدم الاكسجين وبتاخد منه CO2 والويست برودكت عشان CO2 عشان تتخلص منه بالاكسليشن، تتخلص منه وين؟ بالزفير. تمام. عندنا هاي الانترستيشيال سبيس موجوده ما بين الالفولاي وموجوده ما بين ايش؟ البلود فيزلز. هلا هاي الانترستيشيال سبيس بيصير فيها تبادل الغازات. طيب في حال في عندنا بالمونري اديما، يعني متراكم سوائل جوا هاد السبيس، معناها رح يصير عندنا كتير صعب تبادل الغازات، وعشان هيك بيصير عندنا مريض البالمونري اديما صعب يتنفس، بيواجه كتير صعوبة عشان يقدر ياخد نفس، عشان يقدر يطلع النفس اللي عم بياخده نتيجة تراكم الفلويد بالانترستيشيال سبيس. ليش صار هذا الاشي؟ نتيجة نقصان بالكولويد اوزموتيك بريشر، سو صار عندنا زيادة في البرميبلتي اوف فلويد بانها تطلع من
الانترا فاسكولر من الاوعيه الدمويه وتروح لوين؟ للانترستيشيال سبيس. تمام. عشان هيك مريض المرضى اللي بصير عندهم بالمونري اديما، كيف بنقدر نعرف انه هذا المريض عنده بالمونري اديما؟ بكون مش مرتاح، مش قادر يتنفس منيح، عم بيستعمل الاكسسوري ماسلز، عم بيستعمل عضلات ثانويه عشان يقدر ياخذ النفس. يعني بتحسي انه عم ببذل جهد باخذ النفس. تمام. هلا من العضلات اللي بيستعملها الاكسسوري ماسلز اللي هم ستيرنوكليوماستويد والسكالينس والسيراتس انتيرير. هدول الثلاث عضلات يعتبروا اكسسوري ماسلز، يعني نحن بالوضع الطبيعي ونحن عم بتنفس بشكل طبيعي ما بنستعملهم. بينما لو تطلع عند مريض بالمونري اديما انت رح تقدر تشوفيهم هيك عند رقبته طالع عضلات نحن بالعاده ما بنستعملها. هدول بس بيستعملوهم مرضى البالمونري اديما اللي عم بيواجهوا صعوبه بالتنفس عشان يقدروا ياخذوا النفس، لانه بتكون كل رئتهم فيها سوائل، سو بيكون كتير صعب يصير عندهم الجاز اكستشينجينج. تمام. هلا من اهم الادويه اللي بتنعطى لمرضى الاديما، بنعطيهم ديوريتك اللي هي مدرات البول عشان يقدروا يطلعوا اكبر كميه من السوائل وما تتراكم. هلا شوفوا عندنا بهاي الصوره، نشوف كيف الفرق بين الناس اللي عندهم بالمونري اديما والناس الطبيعيين. هلا الصوره اللي على اليسار هاي الناس الطبيعيين. هلا بالنسبه للون الابيض هو عباره عن الهواء، بالوضع الطبيعي بتلاقي انه يعني الحجم طبيعي وعادي، بينما بالرايت سايد رح تلاقي انه في عندنا كميه كبيره من الفلويد، سو بتلاقي الابيض كتير كبير، حتى ممكن نلاقي تضخم بالقلب نتيجه البالمونري اديما. طيب هلا كيف بنعالج المرضى اللي عندهم بالمونري اديما غير انه نعطيهم ديوريتك؟ في حالات بتكون انه بيوصل فيها المريض مش قادر ياخذ نفس ابدا، كيف بعالج هذا المريض؟ ممكن اركب له فنتيليتور، يعني اركب له جهاز تنفس اصطناعي. وقتها المريض خلاص ببطل يتنفس هو، طالما انه هو اصلا كتير صعب عليه يتنفس، كتير مو قادر ياخذ نفس، بحطه على فنتيليتور، جهاز تنفس اصطناعي بصير هو يتنفس عنه، هو يعطي انه هو اللي بيعطي CO2 معينه. تمام. بعطيه كمان بنفس الوقت اللي بعطيه فنتيليتور بعطيه مرخي عضلات. بس بالنسبة للمرضى اللي بعطيهم فنتيليتور، ايش يعني فنتيليتور؟ يعني جهاز تنفس اصطناعي. كيف يعني تنفس اصطناعي؟ انا بعطيه كمية O2 معينة، باخد CO2 معينة، يعني انا اللي عم بتحكم بكمية الغازات الموجودة بالدم عنده. فلازم ننتبه قدين احنا عم نعطي O2 وCO2، لانه في حال زيادة او نقصان اي واحدة منهم ممكن تؤدي الى acidosis or alkalosis، يعني يصير عندنا حموضة او قاعدة بالدم، وهذا الشيء ممكن يكون كتير مميت. المرضى بعطيهم مثل ريلاكسنت، يعني بعطيهم مرخي عضلات وبحطهم على الفنتيليتور. هذا الفنتيليتور انا بقدر اتحكم فيه بالتايدل فوليوم. التايدل فوليوم اللي هو حجم الهواء اللي انا عم باخده بالشهيق وبطلعه بالزفير. طبعا بالنسبه لاي مريض رح يختلف قد ايه انا اعطيه تايدل فوليوم، رح يختلف قد ايه نسبة الـ O2 الـ CO2 بجسمه، لأنه هذا يعني ما في نسب ثابت أحكي إنه والله كل مرضى بعطيهم نفس التايدل فوليوم، نفس عدد مرات التنفس وهاي الأشياء، لا. هذا الشيء رح يختلف حسب مثلا قد ايه عمر المريض، قد وزنه وهاي الأشياء. عشان هيك مجرد ما نحط المريض على الفنتليتور وعلى جهاز، يعني مجرد ما أحط له جهاز تنفس الاصطناعي، باخذ منه عينة الدم، باخذ منه arterial blood gases. هاي عينة الدم ايش بعمل منها؟ بروح بشوف قد ايه تركيز الغازات الموجودة بالدم، يعني باخذ من المريض عينة الدم بشوف عنده قد ايه نسبة الاكسجين، قد ايه نسبة CO2، قد ايه درجة حموضة الدم. تمام. لانه اي زيادة او نقصان فيها بشكل مش طبيعي راح تؤدي الى انه ممكن الى حالة كتير خطيرة وممكن تكون مميتة لهذا الشخص. تمام. هلا احنا بنعرف انه الحموضة الطبيعية للدم انها تكون قداش؟ 7.35 ل 7.45. اقل من هيك نحكي المريض عنده اسيدوسيس، اكتر من هيك نحكي عنه ايش؟ الكالوسيس. في حال صار عنده زيادة بالسي او تو، السي او تو يعتبر حمض صح؟ في حال صار عنده زيادة فيه رح يصير المريض يعاني من الاسيدوسيس، يعني زيادة حموضة الدم. زيادة حموضة الدم مش اشي ابدا سهل. زيادة حموضة الدم الاسيدوسيس او الالكالوسيس اللي هي زيادة قاعدية الدم حرفيا مميتة، وفي لها كتير كومبليكيشن، انه رح يصير عندنا خلل بالهوميستاسيس تبع الجسم، انه خلل بنسب الغازات الموجودة لازم تكون
شكل معين، يعني في الغازات كلها لازم تكون موجودة بنسب معينة، زيادة أو نقصان رح يؤدي إلى خلل ممكن يكون مميت للإنسان. تمام؟ سو كيف احنا بنعالج مريض الأديما؟ ممكن نعطيه ديوريتك، ممكن نعطيه مدريات بول، وممكن كمان إذا تفاقم عنده الوضع كتير بطل قادر يتنفس أعطيه إيش؟ أحطه على الفنتيليتر. الفنتيليتر هو جهاز تنفس الاصطناعي، بصير أنا أتحكم بالتايدل فوليوم، أدي أعطيه حجم هواء، أدي عدد مرات التنفس، يعني مثلا 12 مرة بالدقيقة أو هيك. بنفس الوقت باخد منه عينة دم، بتأكد إنه أدي عنده نسبة الغازات لازم تكون ضمن رينج معين. تمام؟ طيب هلأ كيف بنعالج مرضى الهارت فيلير؟ ايش يعني هارت فيلير؟ يعني فشل بعضلة القلب، ضعف بعضلة القلب. قلب هذا الشخص مش قادرة تنقبض بشكل طبيعي، مش قادرة توصل كمية دم كافية للأورجن، لأنه صار عنده مشاكل بعضلة القلب، صار فيها ضعف. من أهم الأشياء اللي بنعطيها هي بنعطيه ديوريتكس اللي هي مدريات بول. طب ليه أنا عم بعطيه ديوريتك؟ لأنه حكينا سواء صار عند المريض برايت سايد هارت فيلير أو ليفت سايد هارت فيلير، ممكن تؤدي إلى تراكم السوائل بالجسم، تراكم سوائل بالقدمين، بمنطقة البطن، بكتير أماكن. سو بعطيه ديوريتك اللي هي مدريات البول عشان أطلع هاي السوائل ما تتراكم بالجسم. بعطي ACE inhibitor. ليه بعطي ACE inhibitor؟ شو ال ACE؟ ال ACE هو اللي بيحول angiotensin 1 ل angiotensin 2. angiotensin 2 مسؤول انه يزيد ضغط الدم، وبيزيد عندنا البريلود، بيزيد الافترلود، بفعل الالدستيرون. هاي الاشياء كلها حكينا احنا مريض الهارت فيلير قلبه صار ضعيف، سو صعب كتير على ينبض بسرعة، صعب كتير على ازيد له الافترلود او البريلود، عشان هيك ما بدنا سيمباتيك ستيميوليشن، فبعطيه الاي سي انهبيتور عشان ما يصير عندنا مور سيمباتيك ستيميوليشن اوف ذا هارت. تمام؟ يعني ما يصير عندنا الفيشس سايكل. حكينا احنا الكومبنساتوري ميكانيزم لمرضى الهارت فيلير بتضعف قلبهم بزياده، سو ما بدنا سيمباتيك، عشان هيك بعطيه اي سي اي انهبيتور. بالنسبه للبيتا بلوكر كمان عشان ما يصير عندنا سيمباتيك ستيميوليشن، من اهم ادويه البيتا بلوكر اللي بنعطيها اللي هي الديجوكسين، هو مثال على الديجيتالز. هلأ شو مبدأ الديجوكسين؟ الديجوكسين بيعمل بلوك للصوديوم and بوتاسيوم إتش شانل، وبيزيد الكالسيوم انفلكس. طب كيف هذا الاشي مهم لمرضى الهارت فيلير؟ حكينا مرضى الهارت فيلير القلب عندهم تعبان، يعني عضلة القلب تعبانة، ما بتقدر اجي احكي لها انا بدي ازيد لك الهارت ريت، ما يعني ما بقدر اجي احكي لها انا بضي لي 100 نبضة بالدقيقة، الاشي كتير صعب على القلب، القلب هاد صار فيه ضعف، ما بقدر ازيد له البريلود والافتر لود، ازيد له المقاومة. سو ايش بعمل؟ بعطيه صوديوم اند بوتاسيوم تشانل. ايش الصوديوم والبوتاسيوم بيعملوا؟ بيعملوا زيادة بالاكشن بوتنشال. طالما انا عملت لهم بلوكينج سو رح اقلل الهارت ريت، لان انا قللت الاكشن بوتنشال. بنفس الوقت بزيد ايش؟ الكالسيوم انفلكس، بزيد دخول الكالسيوم. اذا متذكرين بالمحاضرة الاولى حكينا ايش اهمية الكالسيوم؟ حكينا الكالسيوم بزيد الفورس اوف كونتراكتيلتي، يعني بزيد قوة انقباض عضلة القلب. يعني اذا القلب انقبض بقوة كبيرة بصير بالنبضة الواحدة يطلع كمية دم عالية. سو المريض قللت عدد نبضاته بس بنفس الوقت صار يطلع بكل نبضة كمية دم كبيرة ويعوض النقص اللي صار. سو هذا هو من افضل العلاجات لمرضى الهارت فيلير. تمام، نعيدهم كمان مرة العلاجات. بنعطيه ديوريتك مدريات بول عشان انا ما يصير عندي تراكم بالسوائل، بعطيه ACE inhibitor وبيتا بلوكر، هدول التنتين عشان ما بدي سيمباتيك ستيميوليشن اوف ذا هارت. ليش ما بدي سيمباتيك ستيميوليشن؟ لانه السيمباتيك بزيد الافترلود وبزيد البريلود، القلب تعبان، زيادة الافترلود يعني زيادة الريزيستنس، يعني لازم القلب يصير ينبض بقوة اكبر، يتعب القلب اكتر، صح؟ عشانك انا ما بدي سيمباتيك ستيميوليشن. مبدأ عمل الديجوكسين كتير مهم، بيعمل بلوك للصوديوم اند بوتاسيوم. ليش صوديوم اند بوتاسيوم؟ لانه بنعرف انه دخول الصوديوم والبوتاسيوم بيعمل ايش؟ زيادة بالاكشن بوتنشال، زيادة بالهارت ريت، وانا ما بدي يكون هذا المريض الهارت ريت عنده جدا عالي، لانه زيادة الهارت ريت بضعف او بتعب القلب اكتر، بس بنفس الوقت بدي كمية دم كبيرة عشان اعوض النقص اللي صار عندي بكمية الدم الطالعة من القلب نتيجة التعب اللي صار عندنا او الضعف اللي صار عندنا بعضلة القلب. عشان هيك بزيد الدخول الكالسيوم، والكالسيوم حكينا ايش بيعمل؟ بيعمل زيادة بالفورس اوف كونتراكتيليتي، بيصير بالنبضة الواحدة يطلع كمية دم اكبر.
تمام. هلا لهون خلصت محاضره الهارت فيلير، بدي اعمل لكم الها مراجعه كتير صغيره واوضح لكم اكم من شغله عشان تكونوا فاهمينها صح، لانه الدكتور بالعاده كتير بحب يجيب اسئله على الليفت سايد هارت فيلير والرايت سايد هارت فيلير. اعرفوا شغله انه الرايت سايد هارت فيلير مستحيل يعمل لنا بالمونري اديما، هاد بجيب عليها بالعاده الدكتور سؤال ليه ما بيعمل لنا بالمونري اديما. خلينا بس نرجع من البداية أوضح لكم شو يعني heart failure، شو يعني left side، وشو يعني right side، عشان تعرفوا لا right side مش هو اللي بيعمل pulmonary edema، هو ممكن ينشأ نتيجة pulmonary edema بس هو ما بيعمل pulmonary edema. تمام. لما نحكي heart failure يعني صار عندنا ضعف بعضلة القلب، بطلت قادرة عضلة القلب عند هذا المريض تنقبض بالشكل الصح، بطلت قادرة تقوم بالفنكشن تبعها بشكل صحيح، بطلت قادرة تطلع كمية الدم اللازمة لكل أعضاء الجسم نتيجة الضعف اللي صار فيها. ليش بالعادة بصير لنا ضعف بعضلة القلب؟ ممكن يصير زيادة نتيجة زيادة الريزيستنس، مثلا صار عندنا ضغط كبير بالأوعية الدموية، سو مرة مرة زاد عندك قوة انقباض القلب، سو بطل بعد هيك يعني كل مرة ينقبض بقوة كتير كبيرة بقوة كتير كبيرة بقوة كتير كبيرة، مرة على مرة أدى إلى إيش؟ أدى إلى ضعف بعضلة القلب، سواء كنا نحكي عن right side of the heart or left side of the heart. طيب بالنسبة لل left side heart failure ممكن يصير نتيجة زيادة الضغط بالأورطة، زيادة الضغط بالشريان اللي بضخ في ال left ventricle. هلأ في حال صار عندنا left side heart failure بطل القلب قادر يضخ الدم لكل أنحاء الجسم، هذا الدم المؤكسد اللي جاي من الرئتين في حال بطل القلب قادر يدخل لكل أنحاء الجسم شو رح يعمل فيه؟ رح يصير إيش؟ يرجع الفلود ويتراكم وين؟ بالرئتين. في حال تراكم الفلود بالرئتين رح يأدي إلى إيش؟ إلى بالمونري إديما. بالمونري إديما رح أول إشي تعمل إنها تزيد الريزيستنس الموجود بالبالمونري آرتري. بالنسبة للright side of the heart الجهة اليمين من القلب ايش بتعمل ايش بتعمل شو الوظيفة تبعتها؟ وظيفتها انها تحمل الدي اوكسجيناتد بلود توديه على اللنج، توديه على الرئتين ويصير ايش؟ اوكسجيناتد بلود وترجع، يعني بعدين توديها كل انحاء الجسم صح من خلال left side of the heart. طيب في حالة كان هاي الرئة مليانة بالسوائل، فيها تراكم سوائل، الريزيستنس صار كتير عالي، سو صارت الرايت سايد اوف ذا هارت تضخ بقوة كتير كبيرة، بقوة كتير كبيرة، مرة على مرة صار عندنا ضعف بالرايت سايد اوف ذا هارت، ايش رح تعمل بالدم اللي فيها؟ بدل ما هي توديه للفنتريكل وتكمل السيركوليشن بشكل تام، اوكي هي 75% من الدم رح يروح باسيف للفنتريكل وتكمل، بس في حالة انه ضل هاي 25% المفروض انها بالعادة توديهم للفنتريكل، طب في حالة انها ما ودتهم ايش رح يصير فيهم؟ رح يصيروا يرجعوا بالسوبيريور وانفيريور فينا كافا، بالسوبيريور والانفيريور فينا كافا ويتراكم بانحاء الجسم، ممكن يتراكم بالبورتال فين اللي بيودي للليفر ويصير عندنا تراكم سوائل بالليفر وهيك. عشان هيك الرايت سايد اوف ذا هارت مش هي اللي بتعمل بالمونري اديما، هي عم تنشأ بسبب البالمونري اديما، ممكن تنشأ بسبب البالمونري اديما بس هي ما بتعمل تراكم سوائل بالرئتين، هي ممكن تعمل تراكم سوائل بمعظم أنحاء الجسم بالرجلين بالبطن وهاي الأشياء. تمام. هلأ بالنسبة للمحاضرة أوكي نكمل شوي. أوكي نرجع للعلاج كمان مرة. علاج الهارت فيلير إنه نعطي ديوريتك، نعطي إيش أهم العلاجات إله إيش؟ الديجوكسين. الديجوكسين بيعمل بلوكينج للصوديوم عند بوتاسيوم، يعني ما بده سيمباتيك سيميليشن أوف دي ما بده اعمل اكشن بوتنشال اكتر، ما بده ازيد الهارت ريت، وبنفس الوقت بيعمل انه بيزيد دخول الكالسيوم للخلايا، زيادة دخول الكالسيوم بيزيد الفورس اوف كونتراكتيلتي بيخليه ينقبض بقوة اكبر، وبالتالي مرضى الهارت فيلير احسن علاج انهم ايش اعمل؟ اني انا اقلل نبضات قلبهم بس بنفس الوقت انه بكل نبضة اطلع اكبر كمية دم. هلأ لهون هيك اتوقع تكون المحاضرة الخامسة واضحة، سو رح نحكي عن المحاضرة السادسة بشكل مختصر نوعا ما، وانتو بترجعوا بتقرأوا، انا احكي الاشياء المهمة فيها بس انتو اقرأوا كل اشي وارجع اقرأ حتى المواضيع اللي انا شرحتها. تمام. هلأ بهاي المحاضرة رح نحكي عن regulation of blood pressure، كيف جسمنا بحافظ على الضغط الدم بمستوى ثابت انه ما نعاني من
ارتفاع او نقصان بضغط الدم، انه كيف دائما بنظم ضغط الدم بحيث انه يضل بالرينج الطبيعي تبعنا. رح نحكي عن الشورت تيرم ريجوليشن واللونج تيرم ريجوليشن. هلا بالنسبه للشورت تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر، مثلا انت كنت نايم وقمت فجاه ممكن تدوخ، طب ليه صارت هاي الدوخه؟ بنحكي لانه صار عنده هبوط مفاجئ بضغط الدم. يعني كنت نايم فجاه وقفت صار نزل عندنا الدم، وبالتالي صار عندنا نقصان بضغط الدم. هذا الاشي بنحكي عنه شورت تيرم ريجوليشن، يعني صار عندنا هبوط بضغط الدم ب ممكن دقيقة أو ثواني، بيتعالج هذا الموضوع بيرجع ضغط دمك طبيعي. كيف هذا الإشي بيصير؟ بيصير بالعادة من خلال الباري ريسبتر سنترال نيرفس سيستم اسكيميك ميكانيزم والكيمو ريسبتر. الدكتور ركز على الباري ريسبتر، سو كيف تعمل الباري ريسبتر زيادة في ضغط الدم في حال صار في عنا نقصان فيه بشكل مفاجئ لوقت كتير قصير. أوكي، هلا الباري ريسبتر هو عباره عن نيورون. وين موجود هذا النيورون؟ هذا النيورون موجود بالارتش اوف ذا اورتا، بالجزء تبع الاورتا بنسميه ارتش، موجود عندنا الباري ريسبتر. هذا الباري ريسبتر شو بيعمل؟ بيتحسس الزياده او النقصان بضغط الدم. في حال مثلا صار عندنا نقصان بضغط الدم، بيروح بيرسل اشاره للاشاره بيرسل هذا الريسبتور إشارة من خلال الجلوسفرينجيال نيرف، يعني هذا اسم عصب، بيرسل من خلاله إشارة لوين؟ للفازوموتر سنتر الموجود بالميدلا أوبلينجاتا. وهناك في عنا كونكشن أوف نيوكليك، يعني مجموعة أنوية بنسميهم تريكس سوليتاري. كمان مرة الباري ريسبتور رح يتحسسوا النقصان بالضغط، سو ايش رح يعملوا؟ رح يروحوا يرسلوا اشاره للفازوموتر سنتر الموجودين وين؟ بالميدلا اوبلينجاتا، من خلال الجلوسوفرينجيال نيرف. هذا النيرف بيحمل الاشاره بوديها لوين؟ للفازوموتر سنتر الموجود بالميدلا اوبلينجاتا. بالميدلا اوبلينجاتا في عنا التريكس سوليتاري، هاي المنطقه هي اللي بتستجيب لهاي الرساله انه احنا عندنا انخفاض بالدم. طب شو رح تعمل؟ رح تعمل سيمباتيك سيميليشن اوف ذا هارت. ايش يعني سيمباتيك سيميليشن؟ سيمباتيك سيميليشن كنا نحكي يعني سنترال فازو دايليتيشن اند بيريفيرال فازو كونستراكشن، وبالتالي كانت تزيد الكارديك اوتبوت، تزيد الهارت ريت، لان كانت تزيد البريلود والافترلود كمان. اوكي تمام. طيب هلا في حالة صار عندنا long term regulation، يعني واحد صار عنده انخفاض ضغط الدم على مستوى طويل، مش انه والله دقيقة او ثانية عشان غير البوزيشن تبعته. يعني مثلا واحد صار عنده هايبوفوليميا، صار عنده فقد كمية كبيرة من الدم نتيجة مثلا سيفير دياري او سيفير فوميتنج، يعني صار عنده تقيؤ شديد او انه اسهال شديد، صار عنده هايبوفوليميا نقص حجم الدم كتير كبير نتيجة فقدان السوائل. كيف ممكن الجسم يتعامل مع هذا الاشي؟ من اهم الميكانيزم بتعامل فيه ايش هي؟ الرينين انجيوتنسين الدستيرون. تمام، الانجيوتنسين 2 بيعمل فازو كونستركشن، بيعمل بلوكينج للبراديكاينين، سو بيزيد الافترلود. بنفس الوقت بفعل الانجيوتنسين، الانجيوتنسين بيعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن وبزيد البريلود، وهيك ايش بيعمل؟ بيرفع الضغط. تمام، في شغله نسيت احكيها بالنسبه للشورت تيرم ريجوليشن، في حاله السيمباتيك ستيميوليشن حكينا سيمباتيك ستيميوليشن بحفزها في حاله نقصان ضغط الدم. طيب في حال انا زاد عندي ضغط الدم ايش رح اعمل؟ بعمل بلوكينج للسيمباتيك ستيميوليشن، مش اني انا بفعل. ليش ما حكيت انه انا بفعل الباراسيمباتيك؟ ليش حكيت بلوكينج للسيمباتيك؟ في عنا اشياء معينه بالجسم ما بتستجيب غير للسيمباتيك ستيميوليشن، ومن هاي الاشياء الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه ما بتستجيب غير للسيمباتيك ستيميوليشن. سو لو عملت باراسيمباتيك ما يعني الباراسيمباتيك ما بأثر عليها. تمام، فعشان هيك اذا انا زاد عندي ضغط الدم بعمل بلوكينج للسيمباتيك الضغط الدم، بعمل ايش؟ اكتيفيشن للسيمباتيك ستيميوليشن. هذا وين؟ بالشورت تيرم ريجوليشن. باللونج تيرم ريجوليشن من اهم الاشياء بصير عندنا ايش؟ رينين انجيوتنسين الدستيرون. تمام، حتى ممكن الالدستيرون يطلع الهرمون المانع لادرار البول، وهاي كلها ايش؟ بترفع ضغط الدم. اوكي، هاي كمان مرة انه اللونج تيرم ريجوليشن من اهم الاشياء بصير عندنا رينين انجيوتنسين الدستيرون، ممكن تنشا نتيجه الزياده بالكارديك النقصان او الزياده بالكارديك اوتبوت، يعني تتحسس الزياده او النقصان اللي بصير عندنا بضغط الدم.
سو اذا صار عندنا مثلا هايبوفوليميا نقصان كبير بضغط الدم نتيجه انه احنا فقدنا كميه كبيره من الدم، سواء واحد صار عنده نزيف وفقد اكثر من 50% من الدم، صار عنده سيفير فومتينج او سيفير دياريا، يعني رح يقل ضغط الدم عنده كثير، فهو رح يحاول انه يرفع ضغط الدم من الكومبنساتوري ميكانيزم. بتصير عندنا اشياء الرينين انجيوتنسين الدسترون. كيف بينشأ أن الرينين انجيوتنسين الدسترون؟ إنه الجكستا جلوميرولوس أبراتوس راح تتحسس فقدان أو نقصان بالضغط وتطلع الرينين اللي بيحول انجيوتنسين من انجيوتنسين 2، وانجيوتنسين 2 بيقوم بوظيفة أنه بيعمل فازو كونستركشن، بيعمل بلوكينج للبريديكاني اللي هو عبارة عن فاز دايليتر، بيطلع الانجيوتنسين 2، الانجيوتنسين 2 بيعمل سر بيطلع الدسترون، الدسترون بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، ممكن طلع الهرمون مان الادرار البول وهاي الاشياء. هلا في عندنا كمان من التنظيمات اللي بتصير للبلد بريشر، عندنا ايش؟ الاتريال ناتريتك بيبتايد. شو الاتريال ناتريتك بيبتايد؟ هذا عباره عن هرمون بيطلع من الاتريوم. ليه بيطلع من الاتريوم؟ نتيجه زياده الفيلنج بريشر، زياده البريود، يعني كميه الدم اللي واصل للاتريوم جدا كبيره، معناها رح تحكي انه والله طالما كميه الدم كبيره معناها الضغط رح يطلع عالي نتيجه ايش؟ الهايبرفوليميا، حجم الدم عالي. سو عشان تعالج هذا الزياده بالضغط الممكن تصير، بتروح بتطلع الاتريال ناتريتك بيبتايد. هذا الهرمون شو بيعمل؟ بيزيد الصوديوم اند ووتر اكسكريشن، يعني بيطلع كميه كبيره من الصوديوم اند ووتر، عكس وظيفه الهرمون مانع الادرار البول. الهرمون مانع الادرار البول بيمنع خروج الصوديوم والووتر، بيصير يعملهم ريتينشن انه ما نطلعهم، بينما هذا الهرمون ايش بيعمل؟ بيزيد الصوديوم اند ووتر اكسكريشن. طالما طلع الصوديوم والووتر معناه ايش؟ عم بيقلل حجم الدم، معناه رح يقلل الضغط. بالنسبه للفنتريكولار نيتريتك بيبتايد، هذا بيطلع من الفنتريكل. لا بيطلع من الفنتريكل نتيجه انكريزنج ذا توتال بيريفيرال ريزيستنس، زياده البيريفيرال ريزيستنس. ايش يعني؟ مثلا ضغط الدم اللي كان بالاورتا كان كتير كبير، يعني عنده ريزيستنس عالي، او انه ضغط الدم اللي كان بالبالمونري ارتري عالي، يعني في ضغط دم عالي. سو عشان يقلل ضغط الدم هذا ايش بيعمل؟ بيطلع الفنتريكولار ناتريتك بيبتايد. شو بيعمل هذا؟ بيعمل كفاز دايليتور، يعني بيوسع الوعاء الدموي وبالتالي رح يقل الضغط. تمام. سو كمان مره الاتريال ناتريتك بيبتايد بيطلع نتيجه انه زياده البريلود، زياده كميه الدم الواصله للاتريوم. طالما كمية الدم الواصل للاتريوم كبيرة معناها رح يطلع عنده ضغط عالي. كيف بتقلل الضغط؟ انها بتعمل صوديوم اند ووتر اكسكريشن. تمام. بينما الفنتريكولار نيتريتك بيبتايد بيطلع نتيجة زيادة الريزيستنس، وبتعالج هذا الاشي بانها بتعمل ايش؟ فازو دايليشن. هلا الانتيديورتيك هرمون هو الهرمون المانع لادرار البول. هذا الهرمون بيطلع عندنا من الهايبوثالمس اللي هي غدة تحت المهاد، وبيتخزن بالبوستيريور بيتوتري، بيتخزن وين؟ بالنخامية الخلفية. It's responsible for water retention in case of severe dehydration. مثلا واحد صار عنده dehydration، صار عنده جفاف كتير، كيش بيعمل؟ بيصير انه يمنع خروج المي والصوديوم. تمام. بيخليهم ما يطلعوا. طالما بيخليهم ما يطلعوا معناها رح يزيد حجم الدم، يعمل hypervolemia، سو رح يزيد عنه ضغط الدم. كمان مرة الانتيديورتيك هرمون بيعمل بيمنع الصوديوم اند ووتر اكسكريشن، يعني بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، وبالتالي بتزيد حجم الدم سو بيرفع الضغط. هاي الاشياء الاساسيه بهاي المحاضره، انتوا ارجعوا اقراوها بالتفصيل، حتى ارجعوا اقراوا الاشياء اللي انا شرحتها، راح احكيهم كمان مره بسرعه عشان نخلصها. حكينا بالنسبه للشورت تيرم ريجوليشن بتصير من خلال البارو ريسبتور. كيف البارو ريسبتور بتصير؟ هذا البارو ريسبتور موجود بالارتش اوف ذا اورتا، بتتحسس الزياده او النقصان بضغط الدم. في حال كان عندنا مثلا نقصان بضغط الدم، بتروح بتبعت اشاره لوين؟ للفازو موتور سنتر الموجود بالميدل اوبلينجاتا. تمام. بهذيك المنطقه عندنا التريكس سوليتاري، وهاي هي اللي بتستجيب لهاي المنطقه. كيف بتبعت هاي الاشاره؟ بتبعتها من خلال الجلوسوفرينجيال نيرف، يعني بتطلع الجلوسوفرينجيال نيرف محمل باشاره بتوديه للفازو موتور سنتر الموجود بالميدل اوبلينجاتا، بيستجيب لها من خلال ايش؟ السيمباثيك ستيميليشن. سيمباثيك ستيميليشن يعني سنترال فازو دايليتيشن اند بيريفيرال فازو كونستركشن، وبزيد ضغط الدم. في حال كان عندنا ضغط الدم عالي كيف انا بنقصه؟ بعمل بلوكينج للسيمباثيك.
اوكي بالنسبه لللونج تيرم ريجوليشن، يا اما رينين انجيوتنسين الدستيرون اللي هو بيزيد بيعمل فازو كونستراكشن، بيعمل بلوكينج للبراديكاينين، بيطلع الالدستيرون اللي بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن وبالتالي بيرفع ضغط الدم. في عندنا كمان الاتريال النيوتريتك بيبتايد والفينتيكولار نيوتريتك بيبتايد، هدول بينشئ نتيجه ايش؟ انه زياده الضغط سهم بيقللوه. الاتريال نيوتريتك بيبتايد بيطلع نتيجه زياده البريلود بالاتريوم، يعني وصل الاتريوم كميه كبيره من الدم، سهو بيستجيب لهذا الاشي بانه يزيد الاكسكريشن اوف صوديوم اند ووتر. سهو عكس الالدستيرون اللي بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، عكس الهرمون معنى الادرار البول كمان. تمام، بالنسبه للفينتيكولار نيوتريتك بيبتايد هذا بيطلع نتيجه زياده ال بريفيرال توتال ريزيستنس، يعني عندنا مقاومه كتير كبيره مثلا بالارت او بالبالمينري ارتري، يعني عندنا زياده ريزيستنس زياده الافتر لود. فهو ايش بيعمل؟ بيعمل فازو دايلتيشن. وبالنسبه للانتيديورتيك هرمون هذا بيمنع ادرار البول بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، بيحافظ على الصوديوم والووتر، فعشان هيك بيزيد حجم الدم بيعمل هايبرفوليميا. تمام، هاي المحاضرة ارجع قرأوها كمان مرة، بس هاي الأشياء الأساسية اللي الدكتور ركز عليها بالمحاضرة نفسها. يعطيكم العافية.